مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة من زومسات تي في للانتخابات الجماعية والجهوية اللي كتعرفها بلدنا من بعد دستور 2011. ضيفي في هذه الحلقة هو السي عبد السلام العيدوني وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري لمقاطعة بني مكدّة. السي عبد السلام مرحبا بك. شكرا سي نصر، وكذلك كنشكر الطاقم التقني الذي يشتغل معك في زوم تي في. سي عبد السلام العيدوني، هذه أول انتخابات كيعرفها المغرب بعد دستور 2011، انتخابات الجمعية والجهوية. سي عبد السلام، واش تغيرت شي حاجة من بعد دستور 2011 بين الانتخابات اللي دازت والانتخابات اللي كيشهدها المغرب اليوم؟ بالفعل نلاحظ بأنه في عز بداية الحملة الانتخابية المخصصة لاقتراع 4 شنبر الخاص بالجامعة الترابية، سواء الجامعات المحلية أو المجالس الجهوية، نلاحظ بأنه هناك اهتمام شريحة كبيرة خصوصا الفئة ديال الشباب بهذه الانتخابات. هذا هو الجديد اللي كنلاحظوا في هذه الحملة الانتخابية، خصوصا اللي كنتكلموا على تنزيل ديال الدستور وعلى ما وقع ما يعرف بالربع العربي. نلاحظ بأن هناك اهتمام كبير ديال المواطن بالشأن المحلي، وحنا عندنا ثقة وعندنا أمل بأنه تكون هناك مشاركة فعالة خصوصا ديال الشباب، خصوصا ديال الفئة ديال الناس اللي باغية التغيير. كذلك بعد الخطاب الملكي السامي الأخير بالمناسبة ديال عيد الشباب، نلاحظ هناك مجموعة ديال الإشارات اللي التقطها المواطن فيما يتعلق هذه الانتخابات. الحملة الانتخابية بدأت رسميا يوم السبت الماضي، كي دار الحملة في بني مكدة؟ فيمكن نقول بأنه بالنسبة للحزب ديال الاتحاد السوري، ومن خلال يمكن نقول بأنه حنا كنعملوا الحملة هذه لمدة 4 سنوات الآن، ترتيبات ديال بحال كنقولوا كنديروا فينسيون في اطار التواصل مع الساكنه ديال بني مكدّة. يمكن نقول بان هناك حمله اللي هي حمله منظمه، حمله يقودوها مجموعه ديال الشباب اللي هما في اللائحه ديال على ذكر الشباب. سي عبد السلام العيدوني، لائحتك التي تقودها بمقاطعه بني مكدّة تسخر بالعديد من الوجوه الشابه، اليست هذه مغامره من عبد السلام العيدوني، خصوصا ان مقاطعه بني مكدّة هي من مقاطعات الموت السياسي بمدينه طنجه؟ اولا انا خديت هذا القرار بصفتي اولا انا كان ملي دخلت الانتخابات كنت شابا، وصلت من هذه المراتب خصوصا تحملت مسؤوليه في المكتب الحالي ديال المجلس الجامعي كنائب ديال العمده، بانه ولهذا كان المفروض تعطى الفرصه للشباب، خصوصا ان نعلم بانه كان هناك مجموعه ديال الشباب الذي يطمحوا الى التغيير، مجموعه الشباب اللي هي كتشتغل، مجموعه الشباب اللي كتستنى الفرصه تتعطالها باش تقول الكلمه ديالها في هذه الانتخابات الحاليه. وهذا التوجه كنت خديته العاتق ديالي، تما كتعرفوا السي نصر حضرتي معنا مجموعه ديال اللقاءات، مجموعه ديال الندوات، كنت دائما اطالب والح بان خص الشباب تتعطى لهم فرصه، وخصهم يدخلوا هذا القلاع ديال الاحزاب ديال الانتخابات، على اساس بانه التوجه اللي مشى فيها البلاد واللي مشى فيها سيدنا يدعو الى انه خص هناك يكون شويه ديال التغيير، تعطى الفرصه للشباب ضخ دماء جديده في المجالس المحليه من اجل تسيير معقلا، تسيير ديال الحكامه فيما يتعلق بالتدبير ديال الشان المحلي. طيب سي عبد السلام، خذت 5 سنوات وانت نائب لعمده مدينه طنجه، كيف يمكن ان توظف مسؤوليتك داخل المكتب الجماعي وانجازات التي قمتم بها في هذه الحمله الانتخابيه؟ انا بكل تواضع يمكن نقول لكم بانه الرصيد ديالي وانه المنجزات والعمل ديالي اللي قدمته خصوصا سواء في الجامعه ديال طنجه وخصوصا بالقطاع والمقدر بني مكدّة. انا جد راضي لانه ان لم كنا راضي ما كنتش غادي نتحمل المسؤوليه كوكيل لائحه وبطاقم شاب اللي ما عندوش تجربه في العمل السياسي، لان هذا كيبين بانه هذه ماشي مغامره، وانما هذا واحد الثقه من خلال الثقه ديالنا في العمل اللي قدمنا به خلال هذه المده ديال 5 سنوات اللي تحملنا فيها مسؤوليه ديال التدبير ديال في المكسب ديال المجلس الجامعي. على ذكر سي عبد السلام، بقيه اللوائح اللي نزلت في المقاطعه ديال بني مكدّة، شنو رايك فيها؟ اولا انا كل حزب وانا احترم القرارات ديال اللي خدات الاحزاب فيما يتعلق الطاقم اللي خداته في الاختيارات ديالها في اللوائح الانتخابيه. عندي ملاحظات بعض الاحزاب، لانه كان بعض الاحزاب اللي مشات ديك المنطق التقليدي، وانه يختاروا ناس اللي عندها دائما متمرسه في العمل السياسي، متمرسه في العمل السياسي، متمرسه في العمل الانتخابي، وجوه انتخابيه اعيا الناس اللي كنقول بانه كتعرف المنطق ديال الشكاره، المنطق ديال الانتخابات ديال الراع. وكاين احزاب اللي عندها توجه ديالها، اللي هي عندها اطر، عندها تنظيم ديالها، عندها ناس ديالها الى غير ذلك. تكلمتي على الشكاره والريع السياسي، واش موجود
واش موجودين هذه المسائل هذه داخل الحمله في يمكن نقول بانه انا اليوم اللي انا كنشتغل معكم بالنسبه للاخوان ديال الائحه ديالنا دائما انه حنا كنشتغل بواحد الطريقه منظمه مجموعه الاخوان يتعرضون للابتزازات يتعرضون الى تهديدات من طرف ناس من طرف وكلاء من طرف ناس ديال احزاب معينه كنخصو بالذكر احزاب كلها اللي نازله هاد الممارسات اللي هي يمكن تعتبر ممارسات مشينه اللي كدار كاين هناك ابتزاز هناك عروض ديال المال الاستعمار الى غير ذلك وحنا هادشي هذا ما كيخوفناش لانه نحن عندنا امل كبير في الساكن ديال سي محمد خي خرج اليوم في تغريده على الصفحه ديالو الرسميه في الفيسبوك كيقول بان المال الحرام يعني منتشر بشكل كبير في المقاطعه ديال بن مكاده انت كوكيل لائحه ديال حزب الاتحاد الدستوري واش كتوافقوا هاد المعطيات؟ اولا انا لاحظت وممكن انا اقول بانه بعض المظاهر اللي كانت كتبان لان خصنا نعرفوا بان الحمله الحاليه هناك مرسوم هناك قوانين التي تنظمها وتؤطرها فيما يتعلق في الطريقه ديال التدبير ديال الحمله فيما يتعلق الملصقات الى غير ذلك ولكن لاحظنا مجموعه ديال الخروقات ديال الحمله كيقوم بها بعض الاحزاب كذلك الطاقم اللي كيشتغلوا معاه طاقم تقليدي كيتعتمدوا على داك الشيء ديال الشمكاره داك الشيء ديال ولاد السوق واذا حنا كنعرفوا بان الشمكار ولاد السوق ما يمكنش يمشي معك الا اذا كانت هناك عروض استعمال المال ديال الحرام وهذا غير هل تساهم عفوا يدوني حزب معين؟ انا ما يمكنش نقول بانه نتساهم احزاب معينه انا كنقول بانه ممكن اي واحد غادي يمشي غادي يشوف بعض السلوكات غادي يشوف بعض الممارسات غادي يعرف بانه شكون هما هاد الناس هادو اللي مورا هاد الشيء هذا نعطيك مثال بسيط هل يمكن ان نعتبر بان هذا طعن قبل الاوان لعبد السلام العيدوني؟ اللي يمكن ليس طعن قبل الاوان لان اللي باش تعرف بانه نحن نشتغل بواحد الطريقه منظمه كاين هناك لجنه ديال ضبط الخروقات اللي هي حاليا الدور ديالها هو انه كدور في المقاطعه ديال بني مكاده كتسجل الخروقات من طرف الاحزاب الاخرى كنديروا الملف ديالنا حنا في الوقت المناسب غادي نديروا ان شاء الله حزب الاتحاد الدستوري اشنو البرنامج ديالكم في المقاطعه ديال بني مكاده؟ لاول مره غادي تشوف من خلال الشعارات حنا لاحظنا لان كنا نشتغلوا مع السكن ديال بني مكاده لمده طيله هذه الخمس سنوات حنا كان هناك لجنه نادي خاص بوضع برنامج خاص بالمقاطعه ديال بني مكاده اللي غادي ننزلوا به البرنامج اللي يمكن التحقيق ديالو من بين اهم المسائل خصوصا حنا في اطار التنزيل ديال المشاريع طنجه الكبرى لاحظنا مجموعه ديال الامور في المقاطعة ديال بني مكادة لأن المقاطعة ديال بني مكادة حاليا ديك المنطقة الناس اللي كيروجوا خصهم الرخص الناس هذه ناس اللي كتروج واللي هي كتمارس بعض الممارسات كتستغل الضعف كتستغل ديال الدراويش دون كذا محتاجة إلى المرافق محتاجة إلى دور الشباب مراكز التكوين محتاجة إلى مجموعة ديال الأمور اللي هي باش الرقي بالعنصر البشري ديال بني مكادة لأنه حنا اللي كنطالبوا لاحظتين بين المسألة هو توزيع الموارد توزيع المرافق الضرورية ما بين المدينة وما بين المقاطعة ديال بني مكادة حتى هي تستافد بحالها بحال اللي كاينة اللي كنشوفوا في المدينة ديال طنجة. إذا مشينا شفنا بقية اللوائح ديال حزب الاتحاد الدستوري بمدينة طنجة فيمكن أن نقول بأنها لوائح لا بأس بها. فين يمكن تصنفوا نفوسكم من بعد النتائج ديال الانتخابات؟ أنا اللي يمكن نقول بأنه بالنسبة للاتحاد الدستوري حاليا إن شاء الله عندنا طموح عندنا أمل كبير. خصوصا بديت تعتقد ان في كل عشيه ديال الحمله كنقيموا العمل ديالنا من خلال نحن عندنا امل كبير حاليا بان غادي ان شاء الله غادي نحصل الرتبه الاولى في المدينه ديال طنجه لان من خلال الرصيد ديال المناضلين ديال في حاله ما اذا حققتم هذه الرتبه واش غتحافظوا على التحالفات ديالكم مع حزب الاصاله والمعاصره والتجمع الوطني الاحرار؟ اللي يمكن نقولها نشوف باش نكونوا واضحين هناك مجموعه الامور وقعت خصوصا في هذه الاحداث الاخيره بانت تشكيل لوائح انتخابيه ووضع لوائح انتخابيه ولهذا انا اللي يمكن نقول بانه نحن على مسافه واحده مع جميع الاحزاب اللي هي نزله في الجماعه ديال طنجه حنا ننتظر النتائج ديال 4 سبتمبر والنتائج اللي تحدد التحالفات المستقبليه اللي يمكن نقول بانه يجب ان نضع مستقبل ديال المدينه ديال طنجه ومصلحه ديال المدينه ديال طنجه فوق كل اعتبار بهذه المنطقه هذا يمكن بانه يمكن نشكلوا مجالس اللي هي في المستوى. طيب اخر سؤال سي عبد السلام العيدوني اشنو هو سقف طموح عبد السلام العيدوني في هذه الانتخابات؟ هل العوده الى نيابه عمده طنجه ام يطمح الى منصب اخر اكثر قيمه من سابقه؟ انا لكي اكون واضحا عبد السلام العيدوني عنده طموح
من أجل تسير معقلا تسير ديال نقطعوا واحد القطيعة مع الماضي خصوصا في المقاطعة ديال ابن مكادة اللي عرفت وأنا أتحمل المسؤولية أن أستحي بأنهم بعض الممارسات أنا كان يعني كنت أصل للسكن ديال ابن مكادة يعني كل الوقت متدمر متسير لقيادة أو رئاسة مقاطعة بني مكادة السعف العدوني يطمح إلى رئاسة المجلس الجامعي لطنجة إذا لم أوفق فممكن أن أكون عندي طموح في الرئاسة ديال المقاطعة لأن السعب سلام العيدوني عنده طموح إذا كانت هناك ثقة إذا كان هناك واحد فحال كنقول واحد كليك ديال العمل مع باقي الفرقاء باش نعطيو واحد تجربة باش نعطيو لأن هاد الطموح خصو يكون عند الشباب ديال البلد ديال طنجة كاملة لأن عبد السلام العيدوني ولد الفقي ولد متواضع وصلت النائب ديال العمدة عندي طموح باش نكون عمدة طموحك مشروع سي عبد السلام العيدوني كلمة أخيرة ممكن توجهها إلى مواطني ومواطنات مدينة طنجة كلمة أخيرة كنقول بأنه من خلال الخطاب الملكي السامي أتمنى بأنه السكن ديال طنجة نكونوا تقتصر الإشارات لأن خصنا ديما جديدة خصنا الناس اللي غادي تخدم ديال طنجة خص الناس اللي غادي تثقوا فيهم لانه هذه يعني ممكن نختصرها بواحد القوله راه اللي كيساهم في وصول مجموعه ديال الفاسدين الى القرار ديال التسيير فهو كيكون مجرم كذلك كذلك اللي كيبقى في الديور ديالو ما كيمشيش يصوت كيكون طريقه او اخرى ساهم بديك الناس هذوك يوصلوا ولهذا انا ادعو الساكن ديال مدينه طنجه خصوصا مقدم المدينه مدينه تكون هناك مشاركه مكثفه باش نقطعوا الطريق على مجموعه ديال الناس اللي كتمارس بلطجية كتمارس مجموعة الأمور باش تحافظ على المصالح ديال الريع المصالح الضيقة اللي كتستنزف القدرة كتستنزف المصالح ديال الدراويش في المقاطعة ديال بني مكادة شكرا لك ضيفي الكريم كان ضيفي لأول حلقة من المغرب ينتخب سي عبد السلام العيدوني وكيل لائحة حزب اتحاد دستوري لمقاطعة بني مكادة إلى اللقاء في الحلقة القادمة